اليوم طبعا احنا في دار الثقافة والفنون اللي هي لدعم الشرائح الضعيفة لا للعنف ضد المرأة. حاولت ان اليوم نرسم لوحة معبرة عن العنف ضد المرأة وفي نفس الوقت الحرية، ندمج موضوعين في بعض. هنا زي ما عندكم لو كان اللوحة تشبهها من بعيد ان هي تمثل حرف تي باللغة الانجليزية. الرسام البريطاني قال ان حرف التي يمثل على موضوعين متضادين لبعض اللي هو العنف والحرية في نفس الوقت للمرأة. هنا انا رسمت مرأة ضعيفة، هنا رسمت مرأة ضعيفة اللي هي والفهد مثلته بالرجل، الرجل العنيف اللي يفرض رأيه وشخصيته على المرأة. أكثر شيء المجتمع الليبي اللي هو احنا اللي عايشين فيه عنيف جدا مع المرأة، أي شيء يديره خطأ إنه هو يمدوها ويخلوها يعني تحت الصفر ويعلو في مكانة الرجل. هذه اللوحة بديت هي كانت عندي مشكلة أو يمكن سببت لي ألم أو حزن، فكانت تعتبر لوحة تفريغ. طبعا في الفن ينقسم إلى تفريغ وإبداع. التفريغ أنت تحل، مش تحل مشكلة، أنت تعبر عن نفسك داخليا. فلما قررت أني نواجه المشكلة هي وتخلصت منها، غيرتها من لوحة تفريغية للوحة إبداع. في ناس احنا نحكم عليهم من حاجات هم ما اختاروهاش، من اسم عائلتهم، من قبيلتهم، من ديانتهم، من مكان ولادتهم، لكن ما نحكموش عليهم، ما نعرفهمش ونحكموا عليهم قبل ما نعرفهم. غلط شيء هو.